يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ينصح بقراءة كتاب إحياء علوم الدين؟ لا، لأن فيه فلسفة وفيه تصوف كثير، وفيه الكتب النقية غنية عنه ولله الحمد. كتاب مختلط، فيه فلسفة وفيه تصوف كثير، وربما يتأثر الإنسان به، وإن كان فيه مباحث جيدة بعض الأحيان، لكن هذه ما يميزها إلا العلماء، العلماء يميزونها، أما الذي لم يتمكن من العلم فلا يقرأ فيها. نعم.